وبدأ نعم امي شو بك؟ ايش فيك؟ قوم تعب بسرعة بدي اركب مشوار. وشو هالمشوار بقى؟ بدك تعلمني سواقة بسيارة ابوي. سيارة ابوي؟ ليش هي ما معه بالشغل ما راح فيها؟ لا راح على الشغل وترك لي اياها مشان اتعلم عليها انا. امي متأكدة؟ يعني هو اللي قال لي؟ طبعا يعني بدي اضحك عليك انا حتى ليكم مفتاح شوفوا. ماشي يلا جايكي يلا بسرعة بسرعة يلا خدوج ديري بالك على اخوكي صغيرة وترجع ماشي. ليش وين رايحين انتوا امي؟ وين رايحين وتاركيني هون؟ اخوكي عبادة بده يعلمني سواقة على سيارة ابوكي. ولك يلا سواقة؟ وكنت تعلمه بالسيارة؟ الله يستر اليوم راح تصير مصيبة. يلا امي يلا 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 ليكني جيت جيت شابتنا خربت بيتك شابتنا. على مهلك على مهلك تمشي على مهلك تمشي. شو بك امي بدنا نبلش من اول هيك لسه عم بشغل انا نقرت مارش لسه. خلاص يلا طار طار بس على مهلك. ها والله احد ممتاز انزل بقى انزل بقى مشان تعلمني السواقه بدي اسوق يلا. يعني بدك تسوقي بدك تسوقي؟ ايه بدي اسوق وين المشكله يعني؟ بتعرفي اذا السياره بصلا شيء ابوي ايش رح يعمل فينا؟ خلص اسمع اسمع بدي تعلمني هدول التشفيطات هدول التخميسات هيك لما السياره بتفتر الدوليب وبتخمس. اول شيء تعلمي تسوقي اول شيء تعلمي تسوقي. اي معك حق معك حق يلا طاع طاع. ماشي بكل بساطه اول شيء بنفتح كونتاك كونتاك بعدها مننقر مارش منكبس فرين منجيب عدي ومننزل فرين الايد. بتعرفي فرين الايد؟ اي بعرفه هاد. بعدها بتطلعي على المرايا ما في حدا وبتقطعي شوي 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 عشان ما تخطي حدا لقدام عرفتي؟ ها ليكك عارفاني. انزل انزل خلصني يلا انزل يلا تعي. الله يستر بس الله يستر مش مصيبة. الله اكبر يلا عبادة يلا عبادة اطلع يلا يلا شوي شوي طلعي. ايوه شو نعمل هلا شو بدنا نعمل؟ لك مو هلا بتقولي بعرف مو هلا بتقولي بعرف ولك ساعة تعملي حالك تعرفي. لا عم تحكي هيك ولك احكي مثل العالم الخلق يخرب بيتك. انت بالك مركزي معي ركزي معي بس ركزي معي. ليك روحي على الفيتيس على الفيتيس بتعرفي الفيتيس وينه؟ حطيه على شو هذا الفيتيس؟ منين بتعطيني فيه كمان؟ وين محطوط هاد ورا؟ انت بالك عارفاني وينه؟ ليكو تحت قدام. يلا يلا حطيته حطيته تمام. نزلي فرين الايد وطلعي شوي شوي. هي نزلته للفرين نزلته فيها مشيت مشيت على مهلك مشيت. على مهلك وطلعي على المرايا طلعي على المرايا على عيب عليك تعلمت خلاص. اذا بدك تقفي ايش بتعملي؟ بتشغلي المؤشر الطرف بدك تقفي عليه وبتوقفي تمام. وهي شغلته المؤشر محمد بدي اقف بدي اقف هنيك كانه وهي وقفت هون وهو مطلوب. ممتاز هلا انت روحي سوقي بالسياره وانا بصورك فيديو اعمل لك كم حركه بس على الهادي تمام. يلا فرجينا يلا جاهزه امي يلا خلاص حاجه تقولي جاهزه ليكني جاهزه ومشيت برا صور على مهلك لك على على مهلك. عبادة شلون كنت تقف انا نسيت عبادة شلون بتقف هي يخرب بيتك. دوسي فرين دوسي فرين فرين دوسي فرين ولك في اثنين جنب بعض انا واحد منهم فرين يخرب بيتك ليش ما عم تحكي؟ لا انت عم تدوسي بنزين مو فرين هيك بنزين بنزين وافي 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 بدك وافي دوسي فرين دوسي فرين دوسي فرين ما عبادة ما عم بسمع ما عم بسمع دوسي فرين 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 لك وين رايحة لسا وين رايحة؟ لا هي المشكلة كلها هذا الفراغ أنا بدي أجيب لك السيارة عشان تشوف لي إياها. لا اليوم ما بدي أجيبها لا اليوم أنا بدي أجيب لك إياها بخبرك تمام 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 هي اليوم إذا ما لك فاضي بكره بجيب لك إياها سيارة لك ما بحكي معك السيارة راحت
بجوايا سيارة عبادة. عبادة 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 شباب بابا شوفي وين عبادة حدوش وينه؟ مالهون مالهون ليش ايش فيه؟ طيب امك امك وين راحي؟ برا هي مع عبادة الصاير ليش فحمني؟ ولك السيارة السيارة مسروقة ما حسيت عليها وقت السرقة. لحظة مو انت تركت لها السيارة عشان ياخذها عبادة يعلم عليها السواقة؟ شو؟ تتعلم عليها؟ تتعلم عليها؟ انا سمعت الصبح عم بتقول انه انت تركت لها السيارة عشان ياخذها عبادة يروح يتعلموا عليها. الله يوفقك يا ام عبادة الله يوفقك. ولك انت تركت لها السيارة انه فيها مشكلة بالفرامل بدي اخذها على المصلح ما شغال. طيب شو بدك تعمل هلا؟ لازم نلحق ما يعملوا شيء بالسيارة. وين راح؟ استنى خدني معك يلا بسرعة بسرعة. الحمد لله الحمد لله ولي ولي الحمد لله وقفت. امي والله حرام عليكي كنت غلطت السيارة عبقالك دوسي فرين دوسي فرين. لك وين غبطة وين غبطة ليك صلاجة على النبي مثل الخلينج ما فيها شي منه حتى بفكر اخذ دفة تانية. لا 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 خلينا اخذها ونروح على البيت بلا ما يجي ابوي ويعصب وتصير لنا قصة. خلينا نروح على البيت امشي. قولك خلصنا شبك مو قلت لك هو بيعرف ما هو اللي اعطاني اياها. يلا تعيش اكيد رح يجوا لهون. وين بدهم يروحوا يعني تعيش؟ وين بده يكون راحوا يعني؟ وين بده يكون راحوا؟ يخرب بيتك شو هاد؟ هونك امي طلعت حريفه حريفه؟ حريفه انا بفرجيك انت وامك. ام عبادة وافي بس 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 عم تاخذوا السيارة بدون ما تقولوا لي بدون ما تقولوا لي. هيدا عبادة هيدا ابنك قال لي امي تعي ناخذ السيارة وعلمك عليها السواقة اصل ابوي ماله هون هو. لا والله لا والله هي اللي قالت لي والله هي اللي قالت لي. ام عبادة لا تكذبي امبارح انا ما بعرف خدوج طاي هاي اه يا حقيرة انا بفرجيكي بسيطة تركب البيت لانه في عطل في زلمة بده يجي يشوفه بتاخديه بدون ما تقولي لي بدي طربشكم طربه. انا مالي علاقة مالي علاقة بدك تلحقني يعني انكشفت يعني ماشي بسيطة اذا انت رجعت الحقني ومسكني وخذ السيارة ابو عبادة. اوه يا ابو عبادة لك فرامل في عطل في عطل. شو فرامل متعطل فرامل متعطل. طيب شو بده يرفقني؟ شو الصوت هاد؟ هدي هدي الفرامل عطاني لك الفرامل عطاني. شو اعمل؟ فعلا ما عم بتقف لك عم بتقف بسرعة عم بتقف. حاولي تدوسي فرين حاولي تدوسي فرين ولك ما عم بتقف ما عم بتقف. العمود العمود جميل العمود عمود